السلام عليكم خاوتنا، صباح الخير عليكم. رانا متواجدين في مدينة بوسماعين. احد المتابعين بعث لي قال لي يا خويا قاسي، راني بديت في واحد المشروع، راني خدمت واحد العربة كما احنا نقولوا لها بالعامية شريطة، راني نخدم العصير تاع القصب السكري، العصير تاع القصب السكري، وين حكمني الشغف باش نذوق هذا العصير، كيفاش الذوق تاعو. قرينا على هذا القصب السكري باللي فيه فوائد، فيه البوتاسيوم، فيه يعني فوائد بزاف خاصة للأمعاء. رانا رايحين عند هذا الإنسان نشوفوا هذا العصير كيفاش داير، وكيفاش داير الذوق تاعو، مر حلو. واللي ذاق هذا العصير ماذا به يقول لنا. خوتي اقعدوا معنا من مدينة بوسماعين، شوف الله يبارك الاخضرار. بون خوتنا دوك يشرح لنا الطريقة كيفاش تعمل هذه الماشين، شوف صوالح فيها ما فهمتش انا. فيها دروبين هنايا بين باللي فيها معنا القاصر. يحتوي على سكريات بسيطة لذا يستطيع مرضى السكري كمان. أبارا هذا كيفاش تخدم؟ جبنا ربي حطها وجاي مولاها على كل حال. هاد سكر هنا هذاك صح خويا بالفلوس. أخونا هنا قال لك جامي تذوقها كيما أنايا أول مرة. ذوق هنا الكو تاعها ولا؟ ذوق هنا قدامنا. ذوق هنا خويا. بسم الله. هاكا عرفوا بزاف اللي راحوا للحج ولا العمره هما اللي عرفوا، عرفوا الفوائد، شافوا اللي زيفين هذا شربوه شغل قال لك بيان نديروه بارد قاسم باش هو ما يشرب صفا. الحاجه الشابه في هذا القصب السكري انه هما غارسينو ويتسقى بالماء تاع البيع. قول لنا الذوق تاعو. والله غير روعه. شوف شوف والله غير روعه. الذوق تاع واش مش لا ماما تش والله اناناس شتا تش والله اناناس كبار. ها واش ما واش من الذوق فيه حلو حلو هاي فيها ناريه القمليح. هذا القصب محلي جزائري 100%، يعني ما رانا نستوردوه. الذوق راح نقسم معاك بسم الله. الله يبارك فيها واحد البنة تاع شغل ديز. الناس اللي تعرف اللي عاشوا في الغابة يعرفوا اللي عاشوا في الغابة. الله يبارك شغل حلاوة سبحان الله. الله يبارك بنة جامي ذقتها هذه البنة. الله يبارك وفي فوائد ارواحوا عند خونا راهو في لابايوت قدام الطاقة الشمسية تلقى واحد جنب الطالع. الله يبارك.